سواری کی جهان من بو جهان اسمازم من ده سواری کی جهان من بو جهان اسمازم Gerçişim su cefer beyim Hiçbir mekana sığmasam Hiçbir mekana sığmasam Yersiz, yüksüz, cefer benim hiçbir mekana sığmasam, hiçbir mekana sığmasam. Güneş benim Çarpen cüşe sırlar benim Zerre benim güneş benim Çarpen cüşe sırlar benim Her şey açık ve meydanda Ben bu cihana sığmasam Ben bu cihana sığmasam Her şey açık ve meydanda ben bu cihana sığmasam ben bu cihana sığmasam انت اهتم بامور العزا ونحن راح نحل الباقي اي عزا بدك يعني اقعد وابكي راح تقلي فورا مين يلي عمل هيك انت لا تتدخل هي نصيحة مني تركنا نشوف شغلنا قبضنا على واحد وخليناه يحكي كل اللي بيعرفه نحن رح نحل الباقي لقمان إذا ما قلت لي مين اللي عمل هيك بأخي رح أحرقها لإسطنبول وما رح يهمني حدا أبدا لا كبار ولا صغار ورح ضل عم دور عليه لحتى لاقي له الواطي وقتله هذا بيكنال CIA عم تفتح أبوابها باتجاه الشرق الأوسط بس بترجاك لدخل حالك من نص جزائر جزائر نزعنا العشاء لا تؤاخذينا شو عم بصير؟ تحرك معي وبهدوء شو هدول؟ بتعرف منيح شو رح يصير فيك ما هيك؟ ما بعرف وما بهمني أعرف لا تكون غبي إذا وصلوا لك رجالي رح يعملوك 100 شيفة عم تفهم؟ إذا مشان المصاري رح أعطيك قول المبلغ المطلوب بدي كتير قديش بدك؟ رح أحكي لك قصة قصيرة مرة بعرس السلطان عبد العزيز نابليون سأله لفؤاد باشا بقديش بتبيعوها لهي البلد رد عليه فؤاد باشا من بيعها مثل ما أخذناها وما بهمنا نربح فقال له موافق وأنا رح أشتريها قديش تمنها جاوبه فؤاد باشا آلاف الشهداء وآلاف القتلى أنت مستحيل تكون بهالغباء وتقتلني شوف إذا عملت هيك رح تولي حرب بين دولتين لا تجني على حالك وأنا ما حأعمل اطمن رح تموت قضاء وقدر
وهلا بدك تخبرني وبالتفصيل شو هو السبب اللي خلاك تقتل أخي يالدريم تورك وعيلته، وكيف خططتوا لهالجريمة البشعة أنت وشركائك؟ شوف، نحن حذرنا أخوك أكثر من مرة من الشغل المشترك اللي عم يعمله مع الدولة التركية، بس هو ما اهتم بالتحذيرات وضل ثابت على موقفه. لهيك نحن إجانا أمر من الظل بشكل شخصي بأنه نخلص عليه. ومين هذا الظل؟ هو مثل اسمه، مستحيل يبين، وهو الراس الكبير بشركتنا. تعرف انك عم تغلط غلطة عمرك؟ فكر بعيلتك، رح يقتلوهن واحد واحد. بترجاك تتركني، اذا قتلتني ما رح يضل حدا فيكن عايش. فكر بولادك وعيلتك، تركوني. لك انتو شو عم تعملوا يا اغبياء؟ لك تركوني. جزاير، انت قتلت واحد مهم كتير، هذا معلمهم بتركيا، لهيك اعتبروا هالضربة إهانة كبيرة. كأنك نسيان دومرول، هن اللي بلشوا الحرب بقتل أخي ومرته وبنته الصغيرة، وأنا تعاملت بنفس الطريقة يلي بيفهموا فيها، العين بالعين والسن بالسن. الفرق أني ما توسخت مثلهم وما قربت على الأولاد. لازم نحط خطة جديدة. ليلى وسونا، وعدني لقمان من 17 سنة إنه رح يهتم فيهن كتير منيح. وينه هلأ؟ ما عم اسمع صوته. تواصلت مع لقمان بهالخصوص. هالزلم بيوعد وبيوفي، فلا تاكل هم، وقال لي إنه رح يتصل فيك. أنت بتعرف إنه الأمور رح تتعقد كتير لقدام، مو هيك؟ بعرف. لازم غير الوضع. بدي كم يوم لأقدر حصل حالي أنا وعيلتي. احكي مع لقمان وقل له ينتبه منيح على عيلتي اللي بتركيا. ما بدي وصيك. قال لي إنه أخذ كل الاحتياطات اللازمة، في رجال حراسة مع سونا وليلى 24 ساعة. لهيك دير بالك هلأ على فيروزة ومرجان. صباح الخير. صباح النور سام. سيد بيكنال، كنت مفكر انك باسطنبول، بس طالما اجيت لهون معناتها المسألة مهمة. مزبوط؟ مزبوط، كتير مهمة. واخيرا الظل وفى على موت جزاير. اجيت لهون لخبرك بشي، ومثل ما بتعرف جزاير تورك قدر يرجع يأسس مجلس المنظمة بعد 17 سنة، ونحن ما رح نسمح بهذا الشيء. الحق معك. وحضرة الظل بدو يانا نقتله باسطنبول حصرا، لأنه مو حابب أنه نصطدم أبدا مع الاستخبارات الروسية اللي هون.
طيب بس كيف رح نرجع جزاير على اسطنبول؟ شوف، نحن لازم نخطف واحد من عائلته بتركيا، مثلا بنت سونا. يسلموا ايديكي زهرة. صحتين وعافية. سيفيم الأنسي سونا ما فطرت، لا تشيلي الأكل. ماشي أمي، شيليهم لأنه اليوم ما رح أفطر. حفلة عيد ميلاد رفيقي بعد يومين، لهيك لازم خفف أذني. من هلأ عم خبركن، لوقتها ما رح أشرب غير المي. يا بنتي أنتي نحيفة أصلاً. إيه؟ رح تصيري مثل الخيال إذا نحفتي أكتر. شو هاي؟ قلتلكن رح أتبع حمية، هاي مية أعشاب مغذية. ظاهر إنك جنيتي على الآخر، بدك تتغذي على المي. أنت شو صاير لك؟ ما عم بفهم. عادي ستي، هي أصلاً مفيدة للجسم، لا تقلقي علي. ما رح تضرني، بالعكس. ما بتذكر إنك أخذتي إذن لتحضري عيد ميلاد سونا. ما في داعي تاخد إذنك لتروح أختي، بتحطك تحت الأمر الواقع. لا خالتي، أكيد مو هيك. كنت رح أطلب إذنك بس انشغلنا بالحفلة اللي عملناها مبارح ونسيت القصة كلها. صح، هو بيكون كابتن فريق كرة السلة بالمدرسة ورفيقي بالصف نفسه، لهيك عزمني على حفلته. قولي هيك من الأول، هلأ فهمنا سبب هالحمية والنظام الغذائي كله. لا 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 لا، مو زابطة مو زابطة، أنا ما بدي يجيني صهر رياضي أبداً. صهر شو هاد ستي؟ ما في هيك شي بنوم. خالتي سهيلة كل هالشي بسببك. على كل حال أنا رايحة على المدرسة، بعدين بشوفكن وبنحكي بهي القصة. كلي بالمدرسة، فهمتي اللي عم بقول؟ ايه ولا يهمك. صباح الخير أنسي سونا. صباح الخير كريم، كيفك؟ أنا منيح، نحمد الله ونشكره. شو هاد يا أنسة؟ هالمي وسخة، روح جيب لها مي جديدة بسرعة. لا لا يسلموا، أنا بدبر حالي، شكراً. رح تأذي حالك، هالمي وسخة، في جواتها طحالة. لا معلش أنا رح غيرها. يسلموا. أهلين مرت خالي. أهلين حبيبة قلبي. صباح الخير خالي. صباح النور يا أمر. أنا رايحة على المدرسة. وليش مبسوطة هالقد؟ عيونك عميل معه. كنا نكذب ألف كذبة لحتى نهرب من الدوام. غريب، متأكدة رايحة على المدرسة أنتي؟ شبك مو حلوة تعمل هيك، لا تحرجها للبنت حبيبي. لا تنسى أن سونا صارت صبية كبيرة وحلوة. نفس الحديث، صار هذا الموضوع محور القعدة جوا. ليش شو صار؟ قاعدين بالمطبخ عم يتناقشوا بحياتي العاطفية بالمستقبل. لا شو هالحكي هاد؟ مين بيطلع له معك؟ قصدي مين بيتجرأ يحكي؟ بصراحة هدول ستي وخالتي هنن يلي بلشوا بالحكي. عفوا، بس أنا مو هيك كان قصدي، قصدت إنه مين بيتجرأ يحبك ويطلب إيدك. كريم، مو كأنك تجاوزت حدودك شوي؟ معك حق بكير بيك، بالأخير أنا زلمة بشتغل على الباب وما بحق لي اتدخل. أها، شو هالحكي هاد كريم؟ أكيد بحق لك تحكي، أصلاً نحنا كلياتنا منحس بالأمان بوجودك. يلا أنا رايحة على المدرسة لأنه تأخرت كتير، بشوفكم. موافقة حبيبتي، ضيعتوا وقتي وراح علي شو عم يحكوا جوا. بنعتذر منك، قديش بتحبوا النميمة. جي مارك، خود مني هدول وانت تعال عندي. خود هاد وننظف المكان هنيك، يلا بسرعة لشوف. يعطيكم العافية، بتكونوا خلصتوا من هون للظهر. وتاني مرة ما بدي تهملوا الاسطبل. بابا اسمح لي اطلع هلا، وصل السلاح الجديد وعمر جاي يعلمني عليه اليوم. هزمات روق، السلاح ما رح يهرب منك، وتاني مرة ما تخلي هالشغل يتراكم عليه. خلاص بابا لو سمحت، صرت زلمة بوشي شوارب ولسه بتخليني نظف ورا الخير. ليش ما منجيب عالم تنظف بدالنا؟ لأنه ورانا شغل كتير ولازم نشوف مصالحنا بقى، ولا أنت شو رأيك بابا؟ خلاص أخي اتركهم، أنا بكمل عنك. لا أزادة ما رح تكملي شي، أنا واثق بأنك بتحبي أخوك، بس كل واحد رح يعمل اللي عليه، مفهوم؟ تمام بابا. جعفر لسه لهلأ ما صلحت الكهرباء، صار لك ساعة فيها، شو صار معك؟ ثواني بابا، بس السلاك كانت محروقة لهيك بدلتهم كلهم، وهلأ عم برجع أوصلهم. صباح الخير. أهلا عمر، صباح النور. جيت لأسألكم إذا كنتوا بحاجة مساعدة. جيت بوقتك، تعال.
مشي الحال، من هلا ما عاد يناموا الأحصنة بالعتمة. تمام، برافو عليك، يسلموا إيديك. بابا أنا لازم أمشي هلا لو سمحت. إيه أكيد، إذا خلصت كل شغلك روح. خلصته بابا، لا تخاف. أزادة بدك تجي معنا شي؟ رح نجرب سلاح جديد. بابا طبعا يا قلبي، فيكي تروحي إذا خلصتي شغلك. مو قلت جاي لعنا ضيف؟ ما له ضيف يا بنتي، أخوكن أورهان هو اللي جاي، بستقبله لحالي مو مشكلة. طيب شكرا بابا. يلا روحوا يا شباب. جمارك، جعفر، خلينا نطالع كل الأحسن لبرا، لازم نشوفوا الشمس شوي. ماشي يلا بابا. يا شباب يلا، الله يقويكم. وين أمك؟ بالمطبخ. فيروزة، اجيت بكير اليوم؟ اجيت لحتى أحكي معك. طيب فوت يلا، مستعجل؟ يلا جاية ثواني. إن شاء الله يكون خير. شوفي فيروزة، رح نروح على بيت الجبل. على بيت الجبل؟ من وين طلع هالقرار فجأة؟ أأمن لألكن. أي مثل ما بدك، منروح، بس ممكن تخلينا نجهز حالنا بالأول؟ أي بس استعجلي. ماشي تيمور. ما شبعتي من تليفوني وكمان عم تلعبي تليفون ستك؟ حبيبتي ممكن تعطيني موبايلك؟ لو سمحتي. ليش بدك تاخذ موبايلي تيمور؟ هيك أحسن للكل. نجيب، بركان، خدوا هاتف الخانم وهداك كمان، كسرون وشيلوا الخطوط منهم. تيمور ليش هيك؟ شو عم بيصير هون؟ لا تخافوا، منجيب بدالهم. ليكو عم تخوفني تيمور. ضبي الأغراض بسرعة. يلا رح ضبهم، تعالي أمي امشي. ما بعرف شو عم يصير. تعي. نجيب، خبرك دومرول ليش قرر البيك ياخدنا على بيت الجبل هيك فجأة؟ لا، بس نبهني انه من اليوم ورايح ما حدا يسأل عن اي شيء نهائيا. شو يعني؟ يعني مننفذ وبس، وما بنسأل اي شيء. يلا شباب بكفي حكي وخذوا هالشناطي. خبرني كم يوم رح نضل هنيك تيمور؟ اذا رح نطول هالغراض ما رح تكفينا، لانه المكان هنيك بارد كتير. يلا حياتي على السيارة. وانت لا تقلي انك ما رح تروح معنا كمان. حبيبتي اكيد جاي، بس رح احكي مع دومرول شوي والحقكم. يلا. طيب يلا بنتي. ماما ليش ما اجى بابا معنا؟ رح يلحقنا حبيبتي، نامي شوي وارتاحي. طيب ليش رايحين إجازة؟ هلأ رح نفهم، بس نوصل بقلنا البابا. مبين الوضع مو مزبوط، صبري شوي لنعرف شو القصة. ماني مرتاحة لهالشي. يلا حبيبتي نامي شوي. طالما أخذت القرار فخليني أقول اللي بقلبي مشان ريح ضميري. قول دومرول، يلا احكي. ولا أساساً من الصبح شايفك مو على بعضك.
يا اما بتجيب عيلتك اللي باسطنبول لعندك، يا اما بتاخد عيلتك اللي هون وبتروح على اسطنبول. طالما في نسختين منك فانت مجبور تعمل هيك لتحميهم. قصدك اني لازم اخبر فيروزة؟ مزبوط. مع الاسف هيك حكمت الظروف. المسبحة عم تفرط وعن قريب رح نفقد السيطرة. مجبور على هالشي لحتى تحمي بناتك ونسوانك تيمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. جزاير، انت واخوك يلدر كنتوا السند اللي بيخليني قوية بهالحياة. مو اجينا مع بعض من 40 يوم لنزور قبر اخوك وصرت تمسح دموعي يا جزاير؟ مو قلت لي رح تعيش كرمالي وكرمال عيلتك يا ابني؟ هلا شو رح نعمل بغيابك؟ امي طولي بالك شوي، طلعي على حالتها لليلى. اهدي امي، ما حدا مننا قادر يستوعب اللي صار. لحظه بس ازاده. ليلى، ليلى قومي. ليلى، ليلى صحتك بترجاكي، قومي ليلى. بنتي يلا اطلبوا الاسعاف بسرعه. حناخدها على المشفى. ليلى شو صار لك؟ قومي خليني اخذك. عم اهلك هزمات، خد اخواتك على البيت. اخيرا نزل سوا وانتقم لقتل اخي، بس ما بعرف ليش انا شاكك بهذا الموضوع، مع انه امه ومرته وكل عيلته عم يبكوا كلياتهم على قبره الوسخ مثله. معناها مات واندفس. الله معك جزاير تورك، ان شاء الله تكون مرتاح محل مو انت هلا. يلا راح تتاخر على الطياره. ليش لقمان بيك زاد الحراسة؟ لا تسألني، ما بعرف شي، مثلي مثلك. كيف كانت المدرسة يا أنسة سونة؟ شو قلت لي إسماعيل؟ كيف المدرسة؟ صار معك شي؟ شايفك مبتسمة، معناها كانت منيحة كتير. ايه منيحة، حتى اليوم كان بجنن وغير شكل. فرحتيني. مجنون ولا شو؟ استنى. اسماعيل رد علي. اسماعيل يلا جيبوها. شو بدك؟ تركني امشي ولك؟ تركني تركني اسماعيل. يلا لك بعد ايدك عني. امشي لشو؟ بعدوا عني. بسرعة بسرعة طلع.
نعم لقمان بيك، في رجال خطفوا العازفون. رشيد اللي شو صار؟ يا سيف ما قدرنا نحميها، قتلوا جيهان. وينك انت؟ صبور ابني، اللي وينك؟ رد راح ابعث لك الاسعاف، وانا جاي لعندك، بس انت تحمل شوي. رشيد مسك هاي، تعا انت خدها. تفضل. يسلموا. الكل اخاد؟ ايه. تيمور اي شيء بيصير معكم بدون سؤال ولا حتى تفكير بتقوصوا مباشرة، كلامي واضح ما هيك؟ ماشي معلم. ماشي معلم. حاسة انه في مصيبة كبيرة تيمور. اهدي شوي. لحتى اهدى لازم اعرف كل شيء عم يصير. هلا مو وقت الكلام، اهدي شوي. تيمور انا عم اعمل كل شيء بدك اياه مني، ومن دون حتى ما افهم شو عم يصير معك. قد ما كانت مشاكلك كبيرة وخطرة، لازم أعرف فيها لأنه هيك أنت بترتاح وبتريحني معك. لو بقدر خبرك كنت عملت هالشي من زمان، بس القصة مانا سهلة بنوب. قد ما كانت معقدة أنا رح كون واقفة معك، وأنت بتعرف هالشي. أنا معك شو ما كان الموضوع. فيروزة اسمعيني، حخبرك كل شي، بس بدي اياكي تسمعيني منيح ولا تقاطعيني وبدون ولا ردة فعل، لأنه الموضوع اللي بدي حاكيكي فيه كتير حساس. عم تفهمي علي ما هيك؟ رح اسمعك لحتى تخلص كلامك تيمور. لازم رد عليه. تفضل لقمان بيك. بنتك سونا انخطفت هلا جزائر. شو؟ طيب تمام، ماشي تمام. شو عم يصير تيمور؟ دومرول! تيمور! دومرول! جهز لي الطيارة، بدنا نروح. لوين بقى؟ عاسطنبول. اسطنبول شو هلأ؟ ما رح تتحرك قبل ما تحكي لي شو الموضوع؟ ما معي كتير وقت ولازم أمشي. بدي أعرف شو عم يصير تيمور، يلا قلي. لا تسكت جاوبني، ليش قررت تسافر؟ ما رح اسمح لك تطلع برات هذا البيت اذا ما قلت لي كل شيء. بنتي شو قلت؟ حلو شوفي واللاعب عم يركض بسرعه هجموا يلا اتهجموا امي. على شو عم تتفرجوا؟ لا ولا شيء. سونا تأخرت، جابت سيرة إنه عنده تدريب بعد المدرسة؟ لا ليلى خانو، التدريب بكرة مو اليوم، لازم تكون رجعت. تمام، خلي كريم يتصل بإسماعيل، ما رح أتصل فيها أنا مشان ما تزعل وتقلي عم عاملها مثل الأولاد. إيه ماشي. تمام. ليش تأخرت يا ترى؟ ما بعرف، رح تزعل ستة كتير. تعالي يا بنتي حطيها هون. ليلى ليش مزعوجة هالقد؟ شو صاير؟ والله بصراحة قلقانة على سونا، تأخرت كتير هالمرة على البيت وما بدي اتصل فيها مشان ما تعصب، بتعرفوها.
لهيك بعتت خبر لكريم مشان يتصل باسماعيل. روقي، أكيد بتكون راحت هي ورفقات على شي مكان بعد ما طلعوا من المدرسة. ما في داعي لكل هالقلق. ما أنا صغيرة، لو راحت شي مشوار كانت خبرتني. اليوم الشوارع كلها معجوقة، شوي تانية وبيوصلوا. اشربي الشاي. اتصلت باسماعيل ليلى خانو، موبايله رن بس ما رد. شلون ما رد؟ معقول اسماعيل ماله بالعادة ما يرد على موبايله؟ هي أول مرة بيصير هيك شي. ضلك عم بتدق له؟ اتصلت فيه أكثر من مرة وما رد. عادي، ارجع حاول. شو هالقصة؟ بجوز نزل مشان يعبي بنزي. ماشي، شبكهم ما في داعي لكل هالخوف. مالنا جاهزين لسا. ليش مو جاهزين؟ الطيارين بالاستراحة عم يستنوا منا خبر. خليهم يجوا بسرعة. روح ناديلهم فورا. سمرقند، معك مايك ألفا 123، بدنا الموافقة على رحلتنا القصيرة لمدينة اسطنبول. مايك ألفا 123، فيك تهبط باسطنبول. خسرتك، هات المصاري. عن جد انت غريبة كتير، الواحد بيقول ربحت مو خسرتك هات المصاري. طيب ليش عم تحكي كتير؟ عطي المصاري بسرعة يلا، ولا تلعب إذا ما معك. ليكي شايفة هاي القطعة؟ وصلتنا جديد. ايه أختي عمر، سونا لهلأ ما رجعت. بالأول كان موبايل عم بيرن بس هلأ مغلق. واسماعيل مسكر موبايله. تمام يلا رح نيجي فورا. شوفي سونا لهلا ما رجعت على البيت والكل خايف عليها، خلونا نرجع. سعاد رتبي المكان. مبروك أورهان، صار عندك آلة تانية. امتى ناوي تبلش ان شاء الله؟ عن قريب قربان بيك، الفريق تبعي كله جاهز بس ناقصنا التوقيع. حلو، تعال ابني حط لنا اياهم عندك. يسلموا ايديك. بتشكرك أورهان، بتعرف اني بعتبرك مثل اخي مو هيك؟ طبعا قربان بيك، وانت مثل اخي الكبير. معناها فيني اتجاوز حدي، لانه في كم قصه شاغله بالي كتير، بدي اسالك كم سؤال. ما حبيت منك قربان بيك. طبعا فيك، عم بسمعك. هلا انت عم تاخذ كل المناقصات وكلهم ورا بعضهم. لو كانت من الدوله ما بقول لك شيء. ليك بدي اياك تفكر بكلامي وتعطيني رايك فيه. لازم تكون مناقصاتك من البلد، فهمت؟ غير هيك أنت بتعتبر أخوه لجزائر ترك، يعني أنت من هي العيلة. ولهيك ما بدنا يصير شيء مو متوقع ونقع بمشكلة كبيرة نحن بغنى عنها. ألو، إيه هزمات؟ شو في قلي؟ خبر مو منيح أبداً، سونا لهلأ ما رجعت على البيت، حتى السائق ما عم نقدر نوصل له وموبايله مغلق كمان. موبايله مغلق؟ طيب ليش دغري خفتوا؟ في حدا بيعرف بالموضوع غيرك؟ الكل بيعرف. ليلى اتصلت قبل شوي وأساساً هي اللي خبرتنا. ايه عادي، بس انتوا اهدوا شوي. طيب سألتوا المدرسة عنها؟ ايه سألنا بابا، واتصلت من شوي بمساعد المدير، قال لي كانت بالمدرسة وكانت عم تتفق مع رفقاتها بخصوص عيد ميلاد رفيقة اليوم. معناها بتكون هلأ عم تشتري هدية لرفيقة. مستحيل تكون هيك القصة، هي ما بتروح على مكان بدون ما تخبرنا.
طيب انتو هلا روحوا لعند ليلى وانا بشوف شو بيصير معي وبخبركم. ماشي بابا. تاخرت كثير، وين بدها تكون؟ ان شاء الله مو صاير معها شيء. قربان بيك، شو اللي صاير؟ سونا لهلا ما رجعت على البيت وما عم يقدروا يوصلوا لها، لهيك اما خايفه عليها كثير. وانا بلشت خاف. معناها رح اروح على الشرطه مشان نشوف كاميرات المراقبه. اكيد بيكونوا الشباب طلبوا هالشيء من زمان، بس على الحالتين انت شوفهم ورد لي خبر. لا تخاف، ان شاء الله ما بيكون صاير معها شيء، وانا رح احاول باقصى جهدي. سونا مثل بنتي. تمام، وبشوفك ببيت ليلى اليوم. ان شاء الله ولا يهمك. امشي معي. ساعدوني، حدا سامعني. كتير يا الله، اربط لها تمها. ولا حركة. خلص يلا. امشي يلا. امشي. فوتي لجوا. يلا سكر. خدي هاي الحبة أمي لأنه ضغطك طالع. لا، أنا ما عاد أتحمل بنوب، خطفوا حفيدتي وقوصوا على إسماعيل، مو معقول. اهدي شوي أمي، الموضوع ما بينحل بالعصبية. زهرة؟ شو صار لك؟ ليش ما عم تردي على الموبايل؟ كيف بدك يعني رد؟ هي يلدي زمرته لإسماعيل، ما بعرف كيف بدي خبرها. لا تخبريها على الموبايل. كريم خد زهرة وروحوا على بيت إسماعيل، بتديروا بالكم كتير منيحة عليها وعلى الأولاد، وبتضلوا قاعدين عندها. بتقولوا لها أني مشغولة بقصة سونا، وإن شاء الله بس تنحل القصة بجي لعندها دغري. وإنتوا الاثنين روحوا على المطبخ، حطوا لكم كم شغلة مشان الأولاد، بس لا تطولوا. كريم استنى، تعال معي شوي. خد هدول. ما في داعي معي. هلأ خدهم، هدول مشان الجنازة، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير معنا بكرة. لا تحكي هيك، إن شاء الله ما بيصير شيء. كريم خدهم من ايدي، تعطيهم ليالديز او لشي حدا من قرايبينه لاسماعيل، وبتقلهم هدول للاولاد. طيب ماشي. يلا بابا، صار لنا ساعتين عم نراقب ولهلا ما في صوت. برايي صار لازم نعمل شي حركه. مزبوط. ها شو صار معك اورهان؟ عرفت شي؟ الطريق اللي خطفوا فيه سونا لا فيه كاميرات ولا رادارات بنوم، وما عرفتوا مين الخاطفين. ما منعرف غير إنها مخطوفة. شو رح نعمل؟ بجوز بدهم فدية. لا، أكيد ما خطفوها من شان الفدية، وإلا كانوا اتصلوا فينا، لهيك في شي تاني ما منعرفه. شو يعني قربان بيك؟ بتعرف هالشي بسبب شو؟ بسبب قصة صارت من زمان. بعد كل هالسنين الطويلة؟ في شي نحن ما بنعرفه وما فكرنا فيه، حتى أنه ما حطيناه بحساباتنا بنوب. هلأ برأيي أنا، خلونا نروح على المكان يلي خطفوها فيه، بجوز نلاقي هنيك شي دليل. شو قلت؟ هذاك المكان اللي وقعنا فيه؟ معقول؟ الزلمة العائل ما بيقع بنفس المكان مرتين ورا بعضهم، عم تفهم؟ القصة معقدة كتير. روح لعند الشرطة، بركي عرفوا شي، نحن بحاجة لأي معلومة. طيب أبي، رايح فورا. جعفر أنت بتضل معي هون. هزمات. نعم بابا. خد عزادة وراقب الطرقات. تمام بابا. بس اسمع،
انتبه منيح. ليش أنا إمتى ما انتبهت؟ فهمت شو قصدي مو هيك؟ أزادة. تمام بابا. يلا روحوا شوفوا شغلكم. وأنا رايح شوف كم واحد بركي بيقدروا يساعدونا. إفي؟ يلا نمشي. شو رح يجي لقمان على المطار؟ ايه جاي؟ ليش ما حكيت معه وسألته؟ كان مبين من صوته انه مو قدران يعمل شي بنوم، حتى انه مو عرفان الخاطفين، وهذا الشي كتير موترني. لازم ترتاح شوي، لأنه إذا ما بترتاح هلأ رح تتعب كتير بكرة باسطنبول. وطمن بالك أكيد بيكون لقمان مخطط لشي شغلة. لا لو كان في فكرة بباله ما كنا هلأ أنا وأنت قاعدين بالطيارة وإيدينا مربطين ومو قدرانين نعمل شي. حتى فيروزة تركتها لحالها بالبيت. بس هي مانا لحالها أبدا، نجيب وجير كان معها. بصراحة ما ضل عندي ثقة بحدا بنو. وأنا كمان. خلينا ننام. عم ينادوا لنا. تعالوا. عدو. قولي قصة بنت تيمور. وقديش عمرها؟ نحن مثلك يا خانم، هلأ اللي عرفنا بالقصة. خالكن بيعرف كل شي عن تيمور إلا ما يكون حاكي لكن. هي إذا ما كان حاكي لكم ياها بالتفصيل كمان، لهيك لا تعذبوا حالكم واحكوا بلا لف ودوران.